طيب سنبدأ بإذن الله تعالى اليوم بالقسم، أي قسم؟ الرابع. ما هو؟ ما هو القسم الرابع؟ ها؟ ها؟ ارفع صوتك. لا، الأدلة الثالثة، الأدلة على بطلان عبادة ما سوى الله. لا، الأعمال الشيطانية السادس. لسه باقي على قسمين تتعجل علينا. ها، من يقول لي أي قسم؟ وين اللي حضرتم؟ ما حضرتم شيء. ها، لا، ها الشيخ أوقف كأنه قائل يقول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول نعلم نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، لماذا يحدث الشرك في الأمة؟ كأنه سائل يسأله، يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم نشهد له، بل نشهد لجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أدوا الأمان، أرفع رجلك لو سمحت، ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الحق جهاده، لماذا يقع الشرك؟ لابد نعرف أسباب الشرك حتى نجتنبها، حتى نحذر الناس. لماذا يقع الشرك؟ مفهوم؟ هذا باب مهم جدا، قسم مهم جدا، ذكر فيه المؤلف أربع أبواب. أسباب وقوع الشرك يقول هي كثيرة، لكن لخصها المؤلف في ثلاثة أسباب، وذكر هنا كم باب؟ أربع أبواب. الباب الأول ذكر فيه أول شرك حدث في الأرض، أين؟ في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، بسبب الغلو في الصالحين. فكان يقول لك من أسباب وقوع الشرك في الأمة الغلو في الصالحين، لأنه هو سبب الشرك قديما وإيش وحديثا. مفهوم؟ واحد، اضبط هذا، ما نغلو في الصالحين، هذا واحد. الثاني يقول الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله كما حصل في قبر اللات. الواجب تجاه القبور وسط، انتبه من القبور. مفهوم؟ لا إفراط ولا تفريط. الثالث يقول التغليظ الشديد، تغليظ شديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد صاحب القبر؟ هذا كم بسبب الآن؟ ثلاثة أسباب خطيرة. الرابع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك، إذا لابد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتعلم السنة نعمل بها ندعو إليها، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك شيء يقرب إلى الله إلا أمر به، ولا شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه، صح؟ وأغلق الطرق. يقول ابن القيم رحمه الله أبى بعض الناس إلا أن يرتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن إيش؟ الغلو في قبور الصالحين، صح؟ ولا بد أن تسوى، فأبوا إلا أن يضع عليها الرايات والبناء والمساجد والقبر. قال فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. مفهوم؟ تمام. مرة أخرى، الأول الغلو في صالحين، الثاني الغلو في قبور الصالحين، الثالث التغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، والرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد بل حمى التوحيد وأغلق كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. تمام. الغلو في الصالحين هو سبب الشرك، يقول قديما وحديثا، والواجب تجاه الصالحين الوصل، لأن الناس انقسموا تجاه الصالحين إلى طرفين وصل، كما قال بعض الناس في عيسى عليه الصلاة والسلام، الغلو هو المجاوزة في الحد مدحا كان أو قدحا. الغلو، أحذرك إياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، مجاوزة الحد في الثناء مدحا كان أو قدحا. غلا في عيسى عليه الصلاة والسلام النصارى، غلوا فيه مدحا حتى ألهوه وقال ثالث ثلاثة وابن الله. اليهود غلوا فيه قدحا، صح؟ قدحوا فيه وفي أمه. وأهل الإسلام توسطوا فيه، قالوا أنه عبد لا يعبد
ورسول الله وكذب عليه الصلاة والسلام وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح منه يعني روح مخلوقة، روح من الأرواح التي خلقها الله وأضاف إلى نفسه تشريفا، مفهوم؟ ناقة الله وسقياها إن أرضي واسعة صح وطهرا بيتي، إضافة إيش؟ إضافة المخلوق إلى خالق، إضافة تشريف، مفهوم؟ أي نعم واضح. طيب إذا الغلو الأول غلو في الصالحين، ولا بد إيش؟ أن نتوسط في الصالحين، لا إفراط ولا تفريط. أبو حنيفة رحمه الله إمام من أمة السنة، والله نحب نتقرب إلى الله بمحبة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لكن لا نغلو فيه لا مدحا ولا قدحا، مفهوم؟ تمام. ابن بطة عالم من العلماء، خرج يوما إلى السوق وأقبل على طالب من طلابه. أنت تخيل أنت طالب وأعطيك مثال مثل الشيخ بن عثيمين يزورك في دكانك، إيش تصنع؟ يمكن يعني تصنع ترحيب صح ولا أقل شيء ترحب بالشيخ. فالطالب يعرف مذهب من الشيخ، ابن بطة يرى تحريم القيام للداخل، مفهوم؟ لكن الطالب عندما رأى الشيخ يأتي إلى دكانه وما يقوم ما يمكن، فقام الطالب بالشيخ، رأى الطالب الغضب في وجه المعلم في وجه الشيخ، فقال له على الفور: لا تلومني على القيام فحقي، حين تبدو ألا أمل القيام، أنت من أكرم أو البرية عندي ومن الحق أن أظهر الإعظام. قال: أقوم، تغضب ولا تغضب، إيش أصنع؟ تأتيني إلى مكاني إلى دكاني ولا أقوم لك؟ فقال له ابن بطة، قال: أنت إن كنت ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فاعفني عن قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة. إيش سأجزيك بالقيام القيامة يا أخوانا؟ اسمع، الحقوق متبادلة بين الطالب والمعلم صح، كما أنت عليك حق أنك تراجع صح وتضبط الدرس وتعمل به وتدعو إليه، المدرس يوجد عليه إيش حقوق يؤديها لك صح، ماذا يعني؟ يشرح لك يفصل لك صح، لا يتأخر عن الدرس، لا يتغيب، أنت لا تغيب وهو لا يتغيب صح، حقوق متبادلة. قال: أنت إن كنت ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فاعفني عن قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة. قال: لا تكلف أخاك، قال هذا عبد مثلك، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام صح، لا تكلف أن ينحني لك وكذا صح، كلنا واثق بود أخيه، ففي منزعاجنا وعلامة، وإذا صحت الضمائر منا فعلامة نتعب الأجساد. قال: إذا صحت الضمائر علامة نتعب الأجساد. قلنا: الحب الحقيقي، بعض الطلاب نائم في الدرس، والله نائم وما أدري رجليه متكي ويلعب في التليفون، ها، ويمكن يشرب شاهي ولا يأكل فسفس، يمكن بعضهم هذا ما يعرف فسفس، المهم وكل شيء تمام، وإذا انتهى الدرس قال: وين الشيخ؟ بسم الله، هذا حدث؟ قال: أحب الشيخ. كذاب، أي محبة هذه يا أخواننا؟ جبريل عليه السلام في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صورة طالب علم صح، متعلم صحيح، سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ معلم صحيح أو لا؟ لماذا؟ لأنه ظهر عليه أثر طلب العلم، مفهوم يا أخي؟ أي نعم. طيب إذا لابد أن الحقوق تكون متبادلة بين الطالب والمعلم. يوم طرد طالب من الطلاب أفريقي، ويعني نحن العادة عندنا اللي ما يحفظ في الفائض خلاص نقول له شيل هكذا، أعطيه أوراق وكتب، قلت كم امشي، قال عين، قلت سوق الخضار، قال ليش؟ قلت لأنه سوق الخضار ما يحتاج لا شهادة ولا حفظ ولا مراجعة ولا شيء، تذهب هناك حمال 5 ريال تشيل الأكياس انتهى الموضوع. ركني حتى ذهب الطلاب وجاءني بعد صلاة العشاء وقال: اسمع يا أستاذ، إذا أنا فشلت وذهبت للسوق الخضار
أنت السبب. وإذا اجتهدت وأنتجت وحفظت ودرست أنت السبب. والله بكيت قلت خلاص تعال. فأخوانا لابد لابد عندنا يقولوا عندنا في العوام عندنا يقولوا نحبك إيش دبك، اللي يحبك إيش هو اللي يدبك، مفهوم؟ هو يقول لك أنت مقصر، أنت مفرط، لماذا تصنع كذا، لماذا لا تراجع، لا ما يصلح، صح؟ هذا اللي يحبك، مفهوم؟ واللي ما يحبك إيش يضحك عليك، لا والله أنت ممتاز، أنت أحسن طالب في الجامعة الإسلامية، تفصل مو مشكلة، تخاف. ترى في أشياء ممكن تعيد الاختبار وتظل 7 سنوات في المدينة مو مشكلة، حيل نتحايل على الجامعة الإسلامية وتأخذ مكافأة وتسافر وتذكرة وتجيب الأولاد ولا تحضر. وممكن حتى عندنا بعض الأمور لا تخاف، تحط السماعة هنا وبإذن الله نحل كل الأسئلة، صح؟ ولا عندك أي مشكلة. لغة عربية قال خلي هذا مدرس خلي يتكلم، أنا ما حضرت يوم من الأيام والحمد لله مشي الحال، صح؟ موجود أو لا موجود؟ هذا يحبك؟ والله هذا يبغى بك إلى الهاوية، صحيح؟ تمام. هذه المحبة حقيقية للعلماء. إذن العالم ما يريد منك أن إيش تتمسح به وتقبله وتدعو للعشاء والغداء، لا، يريد منك أن تأخذ العلم بحقه وتعمل به وتدعو له. هذا تذب عن العالم، صح؟ تنشر العلم، تمام. الثاني مما أشهو، قلنا الباب الثاني، الغلو في قبور الصالحين. الواجب الناس انقسموا تجاه القبور إلى طرفين وسط، قسم يغلو في القبور ويبني عليها الرايات والقبب والمساجد والطواف والذبح والنذر، نعم، والمصابيح وغيرها، وقسم يمتهن القبور بالنبش ويقطعها بأكرمكم الله بالأحذية وغيره. والصحيح إيش؟ وصل. الواجب أن القبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر، يرتفع عن الأرض مقدار هذا الشبر، مقدار شبر، ويسنم يعني هكذا مثل السنام، مفهوم؟ نعم. ويوضع عليه حجر أو حجرين مثل ما ترى في البقيع الآن، مو تضع صخرة، حجر أو حجرين. قال الأنثى ممكن نضع له حجر والذكر حجرين، أما 3 حجار لا، إلا هذا يقول اللي عنده 3 حجار له مزية، مفهوم؟ يسنم القبر ويوضع عليه حجر أو حجرين. الأصل في القبور أن تكون داخل البنيان أو خارج البنيان، ها؟ إيش؟ خارج البنيان. قال شوف البقيع وين؟ جنب المسجد النبوي. يا أخي شوف، يقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا البقيع اللي تراه كان خارج البنيان بعيد عن المدينة. ليش؟ قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الظهر في الركعة الأولى حتى يذهب الذاهب إلى البقيع بعيد. هذا مصلي العيد كان اللي أنت تجلس فيه الآن تقريبا، ليس هذا بالضبط، هذا خارج البنيان. المدينة كلها الحرم القديم حتى مو التوسع، هذا المدينة أول. وفي أيضا في الأحاديث قال أن الذي يأكل ثوم وبصل ينفى إلى البقيع، لأنه إيش؟ خارج البنيان. طيب داخل البنيان إيش يكون؟ المساجد، مفهوم؟ ولماذا؟ لأن القبور حتى لا تكون ذريعة للشرك لابد تكون خارج، تمام.